استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ببيت البركة مساء اليوم معالي مايك بومبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبيهما الصديقين، إضافة إلى بحث التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. كما حضر من الجانب الأمريكي سعادة السفير مارك جي سيفرز سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، وسعادة السفير ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.